هذا تنكر مثالي. تم رصد الهدف. لماذا؟ لقد بذلت قصارى جهدي. هذا ليس عدلاً. مرحباً، هل يكلمني هذا النبات؟ هنا أنا؟ تعالي إلى هنا. حسناً، تفضلي بالجلوس. معذرة، هذا النبات يهاجمني. ما المشكلة؟ رسبت في الاختبار. لكن يمكنني مساعدتك. انظري إلى ذلك. واو، درجة ممتاز. ليست مجانية. حسناً، يا للروعة. شكراً أيتها الغريبة العجيبة، لكن كيف فعلت ذلك؟ ربما لا ينبغي أن أخبرك، لكن للتفوق في أي اختبار كل ما تحتاج إليه هو قلم رصاص كبير. استخدم مشرطة لقطع الممحاة على شكل مثلث، ثم انحتها على شكل حرف A. اغمس الممحاة في طلاء أحمر، ثم اختم ورقة الامتحان. كما ترين هذا سهل جدا. يا للروعة، علي تذكر ذلك. أو إنهما صديقتاي. أيتها رفيقتان، انظرا إلى ذلك. يمكنكما الحصول على درجة ممتاز. العمل مزدهر، تفضلي بالجلوس. تفضلي، هذا يستحق تماما. شكرا، أعطيني المال. مرحبا، يا للروعة. هذا ليس مجانيا. شكرا. يوم جميل في الهواء الطلق، لنضع أغراضنا هنا. ساعديني على وضع بطانية النزهة. بطانية لطيفة، أعجبني اللون، إنها كبيرة أيضا. لنفرق حقائبنا، انظري لقد أحضرت الفشار الممتع. بنفسجي، لون رائع، إنني أتطلع لهذا. الفشار الحلو هو الأفضل. الجو حار قليلا، من الجيد أنني أحضرت بعض الفاكهة. قطعة أناناس كاملة، وأحضرت لوحة تقطيع. ممتاز، لنبدأ بالتقطيع. مهلا، لحظة، أين هو؟ لقد أحضرته، لابد من أنه في مكان ما هنا. كلا كلا كلا، لا يمكن أن يحدث هذا، لقد خططت لكل شيء. ربما يمكنني المساعدة. مهلا، لحظة، ها نحن ذا، علمت أن هذا سينجح. أوه، ما هذا؟ مسط؟ لماذا قد نحتاج إليه؟ حسنا، لدي فكرة، ربما سنعثر على شيء في الحديقة. ماذا عن تحت ورقة الشجر هذه؟ لا شيء. ربما بين الشجيرات أو الأزهار؟ إنها كثيفة. لا أزهار، هل تخبئين شيئا هنا؟ لا أعتقد ذلك. مرحبا أيتها الشجرة. أوف، بحثت في كل مكان ولم أعثر على شيء. طفح الكيل، خذي هذا أيتها الفاكهة. ماذا تفعلين؟ كلا. ها ها، أوف، لا أصدق أن اليوم يؤول إلى هذا. لماذا أخذت الأناناس بعيدا؟ لقد أردت تقطيم الأناناس، كيف سيساعد ذلك؟ مهلا، لحظة، انظري، سألف الجزء العلوي. لقد نجح ذلك. والآن سألفه قليلا وأضغط عليها ضغطا بسيطا لنعطيها ضربات بسيطة على اللوح. هل أنت مستعدة؟ أعتقد أنني سأسحب هذا قليلا و أجل، نجحت. تفضلي تذوقي هذا. حلو ومنعش، أنت ذكية جدا. تفضلا. مرحبا، هل أردت مقابلتي؟ رجاء تفضلي بالجلوس، لدينا مشكلة. انظري إلى واجبات صوفيا في الصف، هذا مخزن. يا للهول، مهلا، أشعر بالملل سريعا. ينبغي أن يتوقف ذلك. مهلا، جاءتني مكالمة. مرحبا صوفيا، أنا محبطة للغاية. سأعود حالا. أخيرا، لقد رحل من هنا. هتريدين اللعب؟ ماذا؟ أحضري قلم رصاص وهيا نلعب. حقاً؟ أحضرت واحداً. حسناً، لن يفلح ذلك. دعيني أفكر، ربما يكون هناك شيء يمكننا استخدامه هنا. سأضع شريطاً لاصقاً على الدفتر، سأضع شريطاً آخر بجانبه، ثم شريطين أفقيين. والآن أحتاج إلى مشابك ورق وملاقة الورق هذا. حسناً، سأبدأ. هيا، إنه دورك. أوه، هذا ممتع. سأضع مشبكي هنا. محاولة جيدة. أحسنت إحباط محاولتي. يصبح هذا أكثر توتراً. ليس هذه المرة. ها هو، أجل، لقد فزت. تصرفي بطريقة عادية كي لا يشك في شيء. ماذا يحدث؟ كانت هي. أحتاج إلى عطلة.
ما هذا على تقويم عيد ميلاد أختي؟ كلا كلا كلا، نسيت تماما. مهلا، لا بأس، سيطرت على الأمر. حسنا، لدي بعض البيض، سينجح هذا. حسنا، سأعد لها البيض للفطور. كسرتها بقوة. سأنقل هذا إلى المقلاة. إنني أعيد البيض المخفوق على أي حال. حسناً، اهدئي، لا بأس. جربي هذا مجدداً ببعض البيض الجديد. لم يكن هذا أفضل. اسمع أيها البيض، تمالك نفسك وتعال إلى هنا. واو، يدي الذي جدني للغاية. كلا كلا كلا، لا تسقطي. لابد أنك تمزحينني بكل هذا. أمسك بعيون القلب الصغير، يمكنك فعلها. ماميل، ارحلي أيها القلوب. سيذهب لنمطة الفلامينغو. قلوبها اللعبة، يمكنها إنقاذي. سأتسلل وأخذها. أمسكت بها، أرقي. أحب ألعابي، أفضل ألعاب في العالم. ها؟ القلب الكبير؟ أين قلبي الكبير؟ أوكل أوكل، لقد اختطف. سينقذني هذا بالتأكيد. هيئ للمقلاة. علي كسر البيضة بحذر. نجح الأمر. يجب ألا أكسر الصفار. فيو، يا لها من راحة. والآن أحتاج إلى صفار. لماذا لا يمكنني التقاطه؟ هيا يا الصفار الغبي. ها، ماذا يحدث هنا؟ إنها تعيد البيض وتعاني وقتا عصيبا. مهلا، توقفي، دعيني أساعدك. إن واجهت صعوبة في كسر بيضة، استخدمي سكينا. يمكنك تفكيك النصفين، أترين؟ سهل. والآن الثوم ولوحة تقطيع. الثوم هو الأفضل، نحتاج إلى الفصوص فحسب. الآن افرك فص الثوم على أصابعك. لماذا تفعلين كل هذا؟ تحتاجين إلى زيوته، والآن يمكنك التقاط صفاري بسهولة. ويمكنك سكب البياض في شكل القلب. ها نحن، اترك البياض يطهى، ثم سأضيف الصفار، سيكون رائعا. حسنا، مستعدة لفطور يوم ميلادك؟ ها هو ذا. تادا، عيد ميلاد سعيد، أنت أختي المفضلة. شكرا لك، متشوقة لتجربته. ما رأيك؟ لذيذ للغاية. أعتقد أن علي بدء هذا الواجب الذي يؤدى في الصف. ها؟ ما خطب قلمي؟ لقد نفذ الحبر. هذا مثالي، لا بأس. صوفيا، مرحبا، هل أنت بخير يا لونا؟ قلمي لا يعمل، هل يمكنني استعارة قلم؟ حسنا، أنا متأكدة أن لدي قلما احتياطيا، إنه هنا في مكان ما. هذا ليس قلما، انتظري. ها؟ ما احتمالية العثور علي؟ إن أشياء كثيرة، علي أن أكون أكثر تنظيماً. مهلاً، راودتني فكرة. أعرف كيف أحافظ على أشياء مرتبة ومنظمة. أولاً، علي شد هذا الرباط المطاطي على مجلدي. سأحتاج إلى عدة أربطة أخرى. الآن يمكنني تخزين أشيائي كلها فيه. هناك مساحة أخرى في الداخل، كل شيء في مكان واحد ويسهل العثور علي. تبدو جيدة، أليس كذلك؟ وها هو قلمك. ها؟ ماذا؟ حسناً، شكراً. هذا رائع، كنت غارقة في أفضل حلم. هذه القصة حزينة، أحتاج إلى بعض رفقتي من الإنترنت. ألا يوجد أحد متصل بالإنترنت؟ أشعر بالوحدة كثيراً. الآن ماذا أفعل؟ تفقد هذه الفتاة. كيف تفعل هذا بشعرها؟ أريد أن أبدو مثل دمياتي. والأمر يبدأ من الحاجبين. لا تنسوا ملأهما كلهما، ثم سنستخدم ظل العين اللامع. سنضعه حتى الجفن. امزجوا كل الألوان، ثم أضيفوا بعض اللون الأبيض لخط العين. للواقع، ارسموا خطاً سميكاً أكثر. انظروا إلى هذا المظهر البراق الجميل، ثم أضيفوا لوناً بنياً لإعطاء بعد للمظهر، ثم امزجوا بالطابع. أترون كيف تندمج الألوان معاً بشكل جميل؟ لكننا لم ننتهي بعد. حددوا العين بمحدد عيون أسود، ثم أضيفوا القليل أسفل العينين، ثم أضيفوا بعض الخطوط هكذا. أترون كيف تبدو كرموش؟ حان الوقت لمحدد الوجه الكلاسيكي. والآن أحضروا إسفنجة المزج. استمروا. والآن أضيف القليل من أحمر الخدود إلى الوجنتين. ها نحن ذا. والآن أحدد الشفاه، لكن ليس بشكل حاد. ثم امزج اللون لتصبح الشفاه بلون وردي جميل. حددوا الزوايا بهذا التأثير،
وهنا تبدون بمظهر دمية حقاً. أوه، لطيف جداً، انتهيت. هذه الدمية الحية ستجذب الانتباه. أوه، مرحباً، هل نبدأ البث الآن؟ سيكون هذا ممتعاً أكثر للمشاهدة بالتأكيد. المزيد من القهوة يا حبيبتي شيريل. هل هي نائمة؟ ربما تحتاج إلى تفعيل. استيقظي. أوه، شكراً على المساعدة، والآن يمكنني أن أتحرك وتفقد كل من يشاهدون. الآن هذا رائع. لوحي ترحيباً بهم. حقاً إنه غريب الأطوار بشدة. لا أعلم بشأن ذلك. أوه، أجل، غريب جداً. أوه، كراس، انظروا إلى شعري مذهل، شعر كثيف، كاد ذلك يوترني، وأنا أبدو في فوضى تامة. هذا ليس جيداً. أين مكياجي؟ حان الوقت لإجراء تحول كبير. أحضروا إسفنجة الدمج. حان وقت كريم الأساس. نود وضع طبقة سميكة ولطيفة اليوم، ثم سنضع القليل من الملمع. أغلقوا عينيكم ومرروا عليها الفرشاة. لا تخافوا من استخدام كمية وفيرة. بعد ذلك سنختار اللون. ربما أضع قليلا من البنفسجي، سيجذب هذا الانتباه بالتأكيد. تأكدوا من المزج جيدا، والقليل بالأسفل لن يضر. لنسرع الأمر قليلا، انظروا إلى كل ذلك اللمعان. لكن هيا نزيد جمال المظهر. أوه، هيا بنا، تشبه عيناي كرة الديسك الآن. والآن ما رأيكم في هذا؟ لا مثيل لوضع محدد العيون ليكمل الإطلالة. والآن سأنتقل لباقي وجهي. لا تنسوا الجبهة. أجل، مزيد من المزج، نريد خطا مستويا. الوجنتين أيضا، وللشفتين سنضيف ملمع شفاهي بالتأكيد. وها هو المظهر النهائي. إليكم قبلاتي. ها جنوني للغاية. واو، منذ متى تبدو شيريل هكذا؟ كيف الحال؟ أوه، غريب. يرى الهاولة وجهي، حظي سيء للغاية. هل هذه لأجلي؟ ظننتها قد تجعلك تبتسمين. يمكنني قبول هذا. أتحبون تحولاً جيداً بالمكياج؟ لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم. هل شاهدتم هذه الفيديوهات؟ اشتركوا في القناة كي لا يفوتكم المرح. عملية البناء الضوئي. أظن أني استوعبت كل المعلومات المهمة. على فكرة، هل درست للامتحان الغد؟ أنا جينيفر، أنا أدرس طوال الوقت. براحتك. كيف أجابت على كل هذه الأسئلة؟ كل هذه الدراسة أشعرتني بالعطش. مهلاً، إنها لا تنظر، سأنطلق. لدي دقيقة واحدة فقط. مرحباً أيتها الأجوبة الثمينة، تبدين جميلة للغاية. لا أستطيع حفظ كل هذه الإجابات، لكن هذا الغلاف البلاستيكي قد يساعدني. مناسب تماماً. سأضع البلاستيك على الورقة وأرسم دائرة حول إجابتها، ثم أضعه على ورقتي. أليست فكرة عبقرية؟ ماذا تفعلين؟ كنت أتصفح الحلوى فقط. يلا من غريبة أطوار. حانت الآن لحظة الحقيقة. رائع، يطابق ترتيب الإجابات تماماً. هل تأخرت؟ ستكون هذه الحصة خفيفة وسهلة. أوه، الرياضيات مادتي المفضلة. ماذا؟ لم أعلم أن لدينا اختبار اليوم. لم أدرس للاختبار حتى. هل ستلاحظ المعلمة الكتاب؟
أوه، إنها لا تنظر ناحيتي، ألست محقة؟ ما الذي تفعله جينيفر؟ يا طالبة، يا ويلك لو كان ذلك كتاب رياضيات. حسناً، لم تنجح هذه الطريقة؟ ربما يمكنني اختلاس نظري لاختبار كيت. يا لك من ماكرة يا جينيفر. جينيفر، كنت أتمدد فقط يا أستاذة. ماذا سأفعل الآن؟ جينيفر، لقد سئمت من تصرفاتك. لا أستطيع أن أرسب في هذه المادة. مهلاً خاتمي. لقد كان الحل في يدي طوال الوقت. هل لديك ورق رسم بياني؟ أحضر المقص واقطع عدة مربعات صغيرة منه، ثم دبسها معاً لعمل كتيب، ثم اكتب الإجابات عليها. إنها صغيرة لكنها مقروءة. حالما تكتب كل الإجابات، ألصق الغلاف العلوي بخاتمك. حالما يجف الغراء، يمكنك استخدامه. هو أشعر بقوة الآن. من كان يعلم أن الرياضيات قد تكون سهلة للغاية ولن تلاحظها المعلمة؟ تصرفي بعفوية يا جينيفر. إنني أراقبك يا جينيفر. قد تحتاجين إذن إلى نظارة جديدة. يا إلهي، كان الشوط الأخير صعباً وحرارة الصيف صعبة الأمر. أنا مراهقة، لا يريد الحذاء أن ينخلع. ليس لدي طاقة للصراع معه. انخلع. هيا، إنها حالة ميؤوس منها. أظن أن الحذاءين سيلازمانني. هذا الحمام ما أحتاجه بالضبط. جينيفر، هل تريدين شرح ما يحدث؟ ماذا ستفعلين؟ هذا سخيف يا جينيفر. مهلاً، لماذا لا تستخدمين مشبك شعري؟ تنجح هذه الحيلة في فك العقد دائماً. أحضر مشبك شعر وأدخله في العقدة المسدودة. ضع مشبك شعر ثاناً في الاتجاه المعاكس، ثم أمسك كليهما واسحبهما. أترى؟ تعمل هذه الحيلة كالسحر. أنت تعلمين أنه يمكنك خلع حذائك الآن. هناك شعرات متطايرة. سيحل مثبت الشعر المشكلة. ماذا؟ اختبار العلوم اليوم؟ كيف نسيت؟ سأحاول أن أدرس على عجلة. لم أفتح هذا الكتاب منذ دهر. يا له من غبار كثير. لن أتذكر أي شيء من هذه المعلومات. يبدو أن الرسوم قدري. هذا اليوم سيء من جميع النواحي. يا ويلي، لحظة، هل يمكنني الكتابة على جلدي؟ لقد خطرت لي فكرة ذكية. يمكنني مجرد كتابة الإجابات على ركبتي. إنها أفضل ورقة غش استخدمتها على الإطلاق. لست مضطرة أبداً لحفظ المعادلات الصعبة. يا لها من طريقة رائعة للاستفادة من جلدك يا ماديسون. ولضمان عدم تلطخ الحبر، سأستخدم مثبت الشعر. ممتاز، أنا مستعدة تماماً للاختبار. إنها الجريمة المثالية، وعندما لا تنظر المعلمة، سألقي نظرة سريعة على ركبتي. ما حجم فقاعة العلكة التي سأصنعها؟ أظن أني أحتاج إلى قطعة أخرى. سأحطم رقمي القياسي الشخصي. حسناً، أصبحت أطرى، لكن من الأفضل أن أمددها قليلاً.
هذا يحين وقت فقاعة العلكة الكبيرة. أو يا ويلي، هل يجب أن أخبر باتي عن العلكة على شعرها؟ كلا، يمكنني إزالتها بنفسي. ماذا؟ هل تريدين علكة؟ كلا. يا ويلي، كيف سأتصرف؟ ربما سترغب في ارتداء باروكة؟ كلا، هذه فكرة غبية. بصراحة، هناك طريقة واحدة فقط لحل هذه المشكلة. لكنها ستنتبه لي بالتأكيد. مشروب الكولا، يا ترى هل سيزيل العلكة؟ ضع القارورة بالقرب من العلكة، ثم ادخلي الخصلة المتضررة في القارورة. استمري حتى تغمر الكولا العلكة. اسحبي الخصلة من القارورة، ثم ازيلي العلكة بأصابعك. لقد نجحت! أوف، كان ذلك وشيكاً. يا إلهي، يجب أن أعود للعمل. رائحة هذا المخلل تفتح الشهية. يا ترى هل طعمه لذيذ؟ أها، الإجابة نعم. مرحباً، أعطتني جدتي هذا السوار. ما مدى قدم هذه القطعة؟ قد كانت تلمع في السابق. لا يمكنني ارتداء هذا الشيء، إنه فظيع. هذا محبط. لا بأس يا بلا. في الحقيقة، أعرف بالضبط ما يجب فعله. سأضع السوار في ماء المخلل، وسينظف المحلول الملحي الفضة. واو! ثم سأضيف القليل من صودا الخبز. حانت الآن لحظة السحر الحقيقي. شاهدي كيف تفرك الفقاعات السوار. ستعلمين أن التنظيف قد انتهى حالما تختفي الفقاعات. يبدو أن العملية على وشك الانتهاء. حركيه قليلاً ثم أخرجي السوار. انظري إلي، ألا يبدو جميلاً؟ واو، هذا السوار الذي أتذكره. سألبسك إياه. ألا يبدو لامعاً؟ ما رأيك بسواري الأنيق؟ شكراً، أنت أذكى صديقة أعرفها وأفضل طباخة. يجب أن تبدأي صباحك دائماً بوجبة إفطارك المفضلة. تعشق باتي رقائق الذرة. أو يا لها من فوضى. سأراك غداً يا حبوب الإفطار. تعدي أيها الرقائق الصغيرة. مرحباً، هل تركت أي شيء لي؟ يبدو طبقها لذيذاً. هيا، أمسكت بك. يا ويلي، هذا غير مقبول البتة. يا باتي، باتي! نعم، ماذا حدث؟ هل تعرفين كيفية إغلاق كرتون حبوب الإفطار؟ سأريك الطريقة الصحيحة. خذي ثلاث طيات واثنيها للأسفل، ثم ابعجي الجانب بهذه الطريقة. افعلي ذلك على الجانب الآخر أيضاً، ثم دسي الطية الأخيرة بهذا الشكل. هكذا، أصبح الآن محكم الإغلاق. أترين؟ كما أنه مقاوم للانسكاب. حسناً، هذه طريقة جيدة. خذي، كرري الطريقة عليها. يجب أن ألحق بالحصة. حاضر يا بلا. حفلة الليلة الماضية كانت ممتعة فعلاً، ولكن تبقيت لدينا كل هذه البالونات لنستمتع بفقعها معاً. هل تودين مساعدتي؟ إذن خذي هذا المسمار. ألا يبدو الأمر ممتعاً؟ عليك ببساطة فقع البالون فوق رأسك هكذا. بالون آخر؟ هنالك المزيد.
يا إلهي، البالون الثالث مليء بالمياه. حسناً، كان عليك الاستحمام على أي حال. شاهدي هذه الحيلة، يبدو الأمر كأنكما ترقصان سوياً على صوت الموسيقى، أليس كذلك؟ مهلاً، يبدو جسم الفتاة على اليمين غريباً بعض الشيء. أوه، مهلاً، إنه الجانب الأمامي لجسم هيلي، لكنها تتظاهر بأنه جانبها الخلفي. للقيام بهذه الحيلة، قومي بوضع حشو بعض الوسائد في سروالك. ارتدي الجينز بالمقلوب وقميصك أيضاً، ولا تنسي وضع القبعة لتغطية وجهك. أوه، أليس من المفترض أن تجعلك اليوغا مسترخية أكثر؟ إلا أن كل هذا الانحناء والتمدد ليس أمراً سهلاً. يا ليتك تجدين من يساعدك على ذلك. ها أنت ذا، تنفسي وتمددي. واو، ما كل هذه المرونة يا صديقتي، هذا مذهل فعلا. مهلا، كيف أصبحت فيكي مرنة فجأة؟ مهلا، هذه ليست أقدام فيكي، بل هذه أقدام هيلي. واو، لا شيء يضاهي الراحة والاستجمام يوم الأحد. ليس لديك ما تفعلينه سوى التسكع مع صديقتك المفضلة. هل تودين جعل الأمور أكثر إثارة؟ من يحتاج الكراسي العادية عندما تكون قادرا على الوقوف رأسا على عقب؟ هيا يا فتاة، هل ستنضمين إلينا أم ماذا؟ لما لا نتحدى الجاذبية معا؟ اقلبي جميع الأشياء رأسا على عقب. انشري مقطع فيديو لك ولصديقتك تتحديان الجاذبية وتربكين الأصدقاء. ما عليك سوى جعل الحائط يبدو كالأرضية. حسناً يا رفيقاي، سأنطلق. تصرفي بتهذيب مع والدك، اتفقنا؟ لا تبعد عينيك عنها. أراك وقت العشاء. غدان، أشعر بالملل. أبي، هل تلعب معي؟ ما الذي يفترض بي فعله بهذا؟ إنه يزن 100 رطل، لابد من وجود شيء يفعله هنا. واو، انظروا إلى فساتين أمي، هذا هو المفضل لدي. مستحيل، انظروا إلى كل أشياء البالغين هذا. يا للهول، إنه كنز حقيقي. أتساءل إن كان هذا الخاتم سيلائم مقاسي. رائع. إيفا، ماذا تفعلين؟ هل يعجبك مظهري؟ إنها أغراض أمي. تذكر، لا تجعلها تلمس أغراضي. أو لا، هذا سيء للغاية، لكني أعلم كيف أصلح هذا. سأعطي إيفا حليها الخاصة، وستكون حلياً تليق بأميرة. سيكون شكل التاج هذا خاتماً مثالياً. ويمكنني صنع أشكال أخرى أيضاً، مثل شكل نجمة ممتع، ويمكنكم استخدام ألوان مختلفة. هل هناك فتاة صغيرة لا تحب القلوب؟ اللون الأحمر هو الخيار المنطقي لهذا الشكل. كدت أنتهي. أليس لطيفاً؟ لا تنسى وضع نقطة في المنتصف. هكذا سنوصل الخاتم. هل ترين؟ والآن لديك مجموعة منها، وهذه الخواتم كلها لك. أليست خلابة؟ شكراً يا أبي، ويمكنك ارتداء هذا. والآن تلك قوة إبداعية حقيقية. في يوم جميل مثل اليوم، لا شيء يمكنه تعكير مزاجك. صوفيا، احترسوا من قطعة المجوهرات الطائرة. آمل أنه لم يرني أي أحد. أين قرطي الآخر؟ يا إلهي، يا لسوء حظي، لا أريد أن أتبلل. هل هذه صوفيا؟ هذا غريب. أشم فرصة رائعة.
صوفيا، هل يمكنني التقاط صورة لك؟ الآن؟ هل يغمرك حالياً شعور فني؟ اتضح أن وضع نصف وجهك في الماء يصنع صوراً رائعة. سأنشرها على الإنستغرام بالتأكيد. واستعدت قرطي. أوه، كانت هذه السلطة مشبعة. لا يمكنني إناء الصحن. أعتقد أن الوقت قد حان لهجوم رش بالماء. توقفي، مكياجي. واو، تبدو تلك القطرات رائعة على الغلاف. سأحضر هاتفي. هل أنت مستعدة للصورة؟ جميلة، مثيرة، رائعة. من كان يعرف أن الغلاف البلاستيكي قد يكون متعدد الاستخدامات؟ واو، هذه النبتة بنفس طولي. ابتسامة، هل هذه الزوايا الوحيدة لديك يا صوفيا؟ أوه، هذه أنت. جميع صور السيلفي تبدو متشابهة. حاولي التفكير خارج الصندوق قليلاً. جربي هذا المنظور الجديد. الآن تظاهري بأنك تسيرين على الدرجة. واو، من يريد صورة السيلفي بذراع واحدة عندما يكون لديه هذه الخيارات؟ أشعر أن شاحنة صدمتني. أنا مصابة بهمة. ها؟ أوه، إنها صوفيا. هل هي على الشاطئ؟ مرحبا يا فتاة. جو، يا إلهي، الصورة ليست جميلة. لا يمكنني إرسالها، لكنها مجرد صورة. يمكنك التظاهر بأنك في مكان لست متواجدة فيه بالفعل لنريك سحر الكاميرا. أهلا بتسريحة الشاطئ. هيا، مستعدة؟ أنا أستمتع بوقتي كثيرا. يبدو أن عبارة تظاهر بالأمر حتى تتقنها تعمل في الواقع. أخيرا، إرسال. انطلت عليها الصور. التنزه على الشاطئ فرصة ممتازة لالتقاط صور جميلة. هي، ما هذا؟ لابد أن أحدهم قد أوقعه. من يجد شيئاً يحتفظ به، صحيح؟ قفي هناك حسناً. مثالية. واو، هذه الخدعة تعمل بالفعل ولا تحتاجين حتى إلى الفوتوشوب. أحسنتما يا فتاتان. كان ذلك نوما عميقا. لا شيء يمكن أن يوقظني مثل الموسيقى الجيدة. مرحبا، أحب هذه الأغنية، تجعلني أود الرقص. ارتديت ملابسي. أوهو، أنا مستعد لمواجهة يومي. هكذا تنجز الأمور. الحذاء رجاء. أو أجل، لا أمانع السير، فذلك يمنحني وقتا أكثر للاستمتاع. هل تشمون هذا؟ إنها طبيعة يا أعزائي. إنه ليام، كيف حالك؟ إيبا، مرحبا. مهلا ليا. ليام، لا تفعل. لماذا تلوح؟ ليام، توقف، قشرة الموز. إنه لا يراها مطلقا، أليس كذلك؟ لا. كل شيء بخير، لا شيء يمكنه إبطاء هذه الحركات. عند التفكير ثانية. أوه يا رجل، سماعاتي. أظن أن أوقات استمتاعي قد انتهت، والآن إلى ما سأستمتع. هذه السماعات لها صوت زهير بشع مقارنة بهذه السماعات.
إلا يمكنني صنع سماعاتي الفائقة الخاصة. كل ما أحتاج إليه هو قلم طباعة ثلاثية الأبعاد. والآن حان الوقت لملء الشكل. استمروا في ذلك خط تلو خط، ثم ضعوا هذه القطعة واستخدموا القلم للصقها بالشكل. وفور جفاف كل هذا ألصقوا الأجزاء التي صنعتموها. وضعوا هذه السماعات في الداخل. ها نحن ذا، ها هي محكمة وثابتة. ليام هل أنت بخير؟ أو أجل تفقدي هذا، لقد استعدت روعتي. هل ترين؟ أراك لاحقا. يوهو، تمسكنا جيدا يا فتيات. حسناً، لا شيء يضاهي قضاء فترة ما بعد العصر في الخارج، صحيح يا بنات؟ استكشفنا تلك الجبال لنركب الخيل إلى أن يحين غروب الشمس. حسناً، واو، انظروا لما هو خلف الكواليس. بالفعل، طالما أنت لا تظهرين سيقان الفتيات، يمكنك جعل الآخرين يعتقدون بأنك تقضين الوقت في ركوب الخيل في فيلمك الخاص. هل تسألين لما رأس فيكي غير مثبت بشكل مستقيم؟ لأنها ترتدي أداة مصنوعة من شماعة الملابس تحركها بيدها بينما تتظاهر بالعطس. مخادعة يا فيكي، مخادعة. أجل أوليفيا، هيا يا فتاة، هل تتساءلين عن طريقة التقاط فيديو موسيقى خاص بك كهذا؟ أحضري صديقة جيدة مثل فيكي لتمشي أمامك وأنت تسيرين بتبختر. يمكنك نثر الطباشير في الهواء كما تفعل أوليفيا لإضافة بعض التأثير. أوه، ينتابني شعور بأن فيكي بحاجة للاستحمام بعد انتهائها من تصوير هذا الفيديو. يا لها من صديقة جيدة. أوه، نفعل أي شيء لالتقاط الصورة المثالية، أليس كذلك يا فتيات؟ يبدو بأن ذلك كان يستحق العناء. حسناً، الجزء الأكبر منه. منعش. مهلاً لحظة، هل أنا أعوم؟ ما الذي يحدث؟ وداعاً فيكي. حسناً، ما الذي كان بتلك المياه؟ أوه، انتبهي لرأسك. هاي، كيف الطقس عندك؟ لم تكن فيكي ترتفع في الحقيقة. أترغبين معرفة كيف حدثت هذه الخدعة وراء الكواليس؟ يجب أن تظهري في البداية بأنك ترتفعين وتعومين. ارتفعي على رؤوس قدميك حيث لم تلتقط الكاميرا ذلك بعد، ولا تنسي إظهار نظرة المفاجأة على وجهك. بالنسبة للقدمين لا تظهريهم على الشاشة كي لا تظهرين وأنت تجلسين على الطاولة. والآن قفي على كرسي بينما يتم تصوير الجزء العلوي من جسمك. أترين؟ يبدو بأنك ترتفعين في الهواء حقاً. واو، الطبيعة مذهلة حقا، أليس كذلك؟ كيف تنمو تلك الأزهار بيد ذلك الشخص؟ بسرعة. أوه، وهذه أجمل. حسنا، أنا أستسلم. كيف تفعلين هذا؟ بمساعدة صديقتك يمكنك جعل الأزهار تظهر وكأنها تنمو من يدك من خلال الإمساك بها بين أصابعك ووضع التربة براحة يدك. والآن دعي أحدهم يصور يدك بينما تسحبين للأسفل ببطء ساق الزهرة من الأسفل بيدك الغير مشغولة. اسحبيها للأسفل بحيث تمر من خلال أصابعك وتوقفي. انظري، والآن قومي بتشغيله بسرعة وبالعكس الأستاذة أبل بي صارمة جدا، هل ستلاحظ وجبتي الخفيفة؟ ما الذي تفعله الآن يا برايان؟ هل ركزتم على الحل من فضلكم؟ برايان، توقف عن ذلك. يا إلهي، إنها ترى كل شيء. جيد، لقد هدأت أخيرا. أريد أن أتناول بعض الحلوى بهدوء وانكشف. هل تظن أنك ماكر؟ إنها حالة ميؤوس منها، سأجوع إلى الأبد. إلا إذا، هل ترى ورق الرسم البياني هذا؟ استخدم المسطرة لقطع قطعة منه ثم أخرج الورق الزائد.
وضع الغراء الساخن على الحواف المقطوعة، ثم ثبت الصفحات بشريط ورقي. افعل ذلك على جميع الجوانب الثلاثة، ثم أضف بضع قطرات من الغراء وضع ورقة عليها، ثم أدخل صينية الحلويات في الفتحة. هل المكان آمن؟ عندما تحين اللحظة المناسبة تناول لقمة سريعة. مجرد أن أفتح دفتري يا أستاذة. لماذا لم تخطر لي هذه الفكرة مسبقا؟ ماذا؟ أين هاتفي؟ هناك امتحان اليوم، يجب أن أدرس. لا أصدق أني غفوت مرة أخرى. 2 ناقص أبعاد ما أجمع الناتج مع محيط الدائرة باء. ليس لدي وقت. هل سأتذكر كل هذه الأرقام؟ بالكاد أتذكر ما أكتبه الآن. مهلا، هل يمكنني فعلها؟ أجل بالطبع. هل تحتاج إلى مساعدة إضافية في الامتحان؟ اعمل شقين في الممحاة، أخرج القطعة الآن، ثم غطي الجزء المكشوف بالغراء، ألصق ورقة الغش الصغيرة وأغلق الممحاة. لحقت الامتحان. ما خطبك؟ يبدو أنها قلقة هي الأخرى. انظري، هل تريدين إجابات الامتحان؟ واو، نعم أرجوك. سيكون هذا الاختبار سهلا، تصرف بعفوية. واو، سيكون هذا الفستان مثاليا لحفلة الأسبوع القادم، وعليه خصم أيضا. ملابسي قديمة وبشعة، لماذا لا أرتدي ملابس أنيقة مثلها؟ يا ترى هل لدي المبلغ اللازم لهذا الفستان؟ سأعد نقودي، ينقصني القليل فقط. هيا، هل توجد أي نقود أخرى مختبئة هنا؟ 150 دولار ناقص 20%، ما المجموع؟ من الأفضل أن أكتب المعادلة. حسنا، 150 دولار ناقص 20%. هل أضرب أو أقسم؟ لا تقلقي يا لانا، فحساب النسب المئوية ليس أمرا سهلا. مهلا، أظن أني وصلت للمجموع أخيرا. كم أكره الرياضيات. ماذا حدث؟ اكتشفت أني أغبى إنسان في العالم. وجدتها، هل تريدين رؤية خدعة رائعة؟ يمكنك معرفة الناتج بالطريقة التالية. اضربي 15 × 2 بهذه الطريقة. أترين؟ للحصول على 20% من السعر اطرحي 30 من 150. 120، أترين؟ يجب أن أذهب إلى السوق الآن. مهلا، ألا تحتاجين إلى نقودك؟ مع السلامة. يبدو أنها جلسة دراسة في المدرسة. هل هذه عاملة النظافة؟ رائحة الأمونيا تعطسني دائما. كدت أن أنتهي. المعذرة، اسمحي لي أن أساعدك يا عزيزتي. مهلا، ماذا تفعلين؟ لا، هذه إحدى مزايا الشخص الأعصر. ماذا سأفعل الآن؟ قفازات. حسنا، ستحل القفازات مشكلتي. ما عليك سوى قطع قفازات اللاتكس قطريا، ثم ضع إصبعيك الخنصر والمنصر فيها. لا أحتاج لهذه القطعة. أنا آسفة.
لن أتلطخ بالحبر بعد الآن. هذا حلم كل شخص أعسر. حسناً، كان ذلك غداءً لذيذاً. ولا تقلقي يا بيلا، هذه المرة علي. الجو بارد جداً اليوم، لذلك من الأفضل أن ترتدي سترتك وتغلقي سحابها بإحكام. لكن ماذا لو قرر السحاب في سترتك عدم العمل؟ ماذا؟ أوه، هذه مشكلة. كيف يمكنني إصلاح هذا الشيء في سترتي؟ لا تعبثي يا بيلا، صدقي أو لا تصدقي، يمكن لشوكة حل هذه المشكلة. هل أنت مستعدة لتعلم الطريقة؟ اغرسي قطعة السحاب على الحافتين في منتصف الشوكة، وضعي كلا جانبي السحاب في قطعة السحاب واسحبيهما للأسفل. لقد نجحتِ. اعتقدت أني سأضطر للعيش مع ذلك للأبد. واو، الوصول إلى غرفة الفندق الرائعة كان يستحق عناء الرحلة الطويلة. حسناً، هذا أفضل وقت لتفريغ حقيبتي. لنرى هنا. ماذا؟ لابد أنك تمزح معي. لقد انسكب كل اللوشن والشامبو على ملابسي الجديدة. هل توجد أي طريقة لإنقاذ هذه القطعة الرائعة؟ لقد اشتريتها خصيصاً لهذه الرحلة. الآن ماذا ألبس طوال الأسبوع؟ مهلاً، ربما يمكنني استخدام بعض الأشياء التي أرتديها لتصميم بعض الأزياء الجديدة. إن كان لديك وشاح كالذي ترتديه باكي، فاخلعيه من رقبتك. حالما تلفين الوشاح حول جذعك أسفل ذراعيك، اجمعيه إلى الأمام. الآن اخلعي خاتمك إن كنت ترتدين واحداً، وأدخلي القماش عبر فتحته. الآن مع النسيج الزائد، قسمي القطعتين ولفيهما حول ظهرك واربطيهما هناك. مرحباً يا جميلة، تبدو هذه القطعة وكأنك قد اشتريتها من متجر غالي. يجب أن تبدأي بثقب الشامبو على ملابسك مرات أكثر. هل سبق أن شعرت أن لديك الكثير من الملابس لكن لا تناسبك أي منها؟ سأجرب هذا. حسناً، جيد حتى الآن. مهلاً، لماذا لا يمكنني إدخال يدي؟ ها؟ كيف حصل هذا الشق الكبير؟ حسناً، يبدو أني عدت إلى نقطة الصفر. قميص غبي. يا للأسف، قميص آخر جيد فسد بسبب شق تافه. شق كبير في الواقع. حسناً، لا يمكن إنقاذه. لذا بقي شيء واحد فقط، إرسال هذا القميص إلى الزبالة. حسناً يا سيد قميص، سعدت بصحبتك. ما الذي تفعلينه يا بيلا؟ جاستن، لا، أنا على وشك مشاركتك حيلة للملابس يا صاحبي. لإصلاح قميص جاستن، ضعيه بشكل مسطح وقصي أعلى الدرزة فوق مكان الشق، واتبعي خطواتنا هنا. قصي بحرص وبطء حتى تصبح القصة سلسة. بمجرد الانتهاء من كلا الجانبين، ضعي القطعتين جانباً. الآن خيطي الطرف بآلة خياطة، ثم خيطي قطعتي زركشة صغيرة أسفل منطقة الصدر مباشرة، ولفيهما للأعلى لصنع حلقة. أترين؟ لا تنسي القيام بذلك على كلا جانبي القميص. أترين؟ إنها حلقات حزام. الآن لديك قميص جميل بلا أكمام. واو، هل كان هذا قميصي الممزق؟ هل ترى؟ لا تفسد الملابس أبداً، مجرد أنها تحتاج أحياناً إلى عقل مبدع لإعادتها إلى الحياة. أو تفضل أكمام قميصك. إلى اللقاء. أوه، مرحباً ديفيد، هل حضرت البيتزا؟ تبدو غير طازجة، ما رأيك؟ أوه، تباً، لن أكلها، مقرفة يا صاح. مهلاً، انتظر، ليس قبل أن نفعل شيئاً واحداً. أخفض رأسك للأسفل يا برايان، سأتتبع فقط رأسك على الكرتون. هل لديك مقص هنا؟ والآن سنضع الشرائح حول وجهك، لن نتناولها أو أي شيء من هذا القبيل. هل أنت مستعد لالتقاط صورك المقربة؟ هيا ابتسم.
أوه، تبدو الصور كأنها معدلة على الفوتوشوب. يا إلهي، انظر إلى هذا يا ديفيد. أتمنى لو بإمكاني زيارة مكان كهذا. يمكنني الشعور بأشعة الشمس تلفح وجهي. هل أنت بخير آمي؟ بماذا تحدقين؟ هل تفكرين بتلك الكثبان الرملية؟ ربما يمكننا الذهاب إلى هناك بأنفسنا. آمي تعالي. واو، كيف قطعت كل هذه المسافة إلى الصحراء؟ قف هنا مباشرة. والقليل من الرمل رائع، يبدو حقيقيا تماما. عند تقريب الصورة بما يكفي يصبح كل شيء حقيقيا. أعطني كفك، يبدو أنه لدينا عارضة أزياء، لكن هذه الإضاءة فظيعة. أمسكت بك. أعطني هذا، في الواقع يمكنني استخدام إحداهما. لنبدأ جلسة تصوير. يتوقف التقاط صورة جيدة على الإضاءة والملابس الجميلة. هذا أفضل بكثير. أطفئوا الأنوار من فضلكم. ينجم عن وضع الأنبوب على مصدر الضوء بقعة ضوء. واو، يبدو هذا رائعا. لست بحاجة لمصابيح الديكور لالتقاط صور جميلة. ألقي نظرة على نفسك فقط، في غاية الجمال أليس كذلك؟ هل يوجد شيء نشربه؟ لنرى. هذا لا ينفع. أوه، متى جاء هذا الشيء إلى هنا؟ ديفيد، لا، أنا رأيتها أولا. انتظر، نسيت إغلاق الثلاجة. حسنا، لا يزال الشجار قائما. تبا، خسرت أيها الأخرات. أيا كان يا صديقي. مهلا لحظة، هل تتحقق من مظهري؟ حسنا، ابقى هكذا. يمكن للعجل بالمنظور أن يكون ممتعا جدا. اجعلني هذه المرة بحجم الزجاجة. النجدة، انظر، ليست بحاجة لتعديل. انظر إلى وجهك. إنها رائعة يا صاح. في بعض الأحيان يحتاج التقاط صور جيدة لبعض المكائد. أنا جاهز تقريبا يا صديقي، هيا يا ديفيد. واو، يبدو كأنك جالس في سيارة كبيرة بشكل حذاء. مرحبا، أراك لاحقا. من كان يعلم بأن ألواح التزلج متعددة الاستخدامات؟ كم وزنك يا ديفيد؟ هيا إيمي، أسرع. هذا شيء رائع. هل تشم ذلك؟ أشم ماذا؟ حتما هناك شيء. هل هي رقائق شيبس؟ كلا، أعتقد أنها قادمة من هناك. لندع أنفنا يقودنا إليها. هل يمكن أن تكون هذه الأزهار؟ رائحتها جميلة جدا. لا، ليست هي. مهلا، أعتقد أنها رائحتي يا صاحبي. هذا مقزز يا ديفيد، ليست هي. ربما في الأعلى. غرفة إيمي، هل تجرؤ يا صاحبي؟ اكشفي نفسك، قد يكون ذاك العطر الذي تستخدمه. ماذا تفعلون هنا يا شباب؟ هل تمانعان؟ ما العطر الذي تضعينه؟ أعتقد أني وجدتها. هذه الرائحة شبيهة بالسكر والأزهار. تبا. مهلا، لدي فكرة مذهلة، هيا. واو، انظروا إلى هذه الحيلة الرائعة. أجل، أرنا عضلاتك. هل نجحت؟